السلام عليكم. في هذا الدرس سوف نستكمل الوحدة التي بدأناها في الحصة الماضية، وهي وحدة التكافل الاجتماعي. سوف نستكمل من هنا من كيفية تحقيق التكافل الاجتماعي. إن في التكافل الاجتماعي كل النفع والخير للمجتمع الإسلامي، ولتحقيق ذلك يجب اتباع الآتي، أي الأشياء التي يجب أن نفعلها لكي نحقق التكافل الاجتماعي في مجتمعنا كمسلمين. 1- أن نرحم اليتيم ونرعى شؤونه ونحسن إليه، أي أن نهتم بالأيتام في مجتمعنا المسلم وأن لا نهملهم. 2- أن نكون كرماء أسخياء مع المساكين فيما يحتاجون إليه من مأكل ومشرب، وأن نعطيهم حقهم في الزكاة، أي عندما نجد مساكين يجب أن نكرمهم ونعطيهم حقهم في الزكاة أو من زكاة مالنا. 3- أن نبتعد عن الرياء في جميع أعمالنا وأن نؤديها خالصة لله تعالى. الرياء هنا يعني هو أن نقوم بالعمل من أجل إرضاء الناس وليس من أجل إرضاء الله، أي من أجل أن نتفاخر أو نقوم بشيء بهدف التفاخر أمام الناس وليس ابتغاء مرضات الله تعالى. مثلا كأن يخرج شخص صدقة وأن يكون قاصدا من هذه الصدقة إظهار كرمه وليس فعل الصدقة نفسها أو مساعدة الآخرين. 4- ألا نبخل بشيء من الأشياء إذا طلبها أحد منا كالمسطرة أو القلم وغيره، أي عندما نكون لدينا شيء ممكن أن يفيد الناس ويأتي شخص لطلبه منا يجب أن نعطيه إياه وأن لا نحتكر هذا الشيء لأنفسنا. بعد ذلك هنالك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، أي سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: أي الناس أحب إلى الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، أي أفضل الأعمال أو أحب الناس إلى الله تعالى هم الناس الذين ينفعون غيرهم، وأحب الأعمال إلى الله هو التفريج عن إخوتنا المسلمين أو قضاء دينهم أو إطعامهم، أي طرد الجوع عنهم. النقطة التالية هي صور التكافل الاجتماعي، وهنا سوف نستعرض بعض صور التكافل الاجتماعي في حياتنا. للتكافل الاجتماعي صور متعددة ومتنوعة، منها: 1- إذا احتاج أحد الجيران لنا في معونة فعلينا أن نسرع إلى تقديمها له عن رضا وطيب خاطر، أي عندما نكون لدينا القدرة على مساعدة شخص وهذا الشخص يطلب منا المساعدة يجب أن لا نتردد في تقديم هذه المساعدة. 2- إذا احتاج زميل المدرسة أو العمل إلينا في شيء فيجب علينا ألا نبخل به عنه بل نقدمه إليه دون رياء أو منة، أي أن نتعلم كيف نساعد بعضنا سواء في المدرسة أو العمل أو في البيت أو في الشارع أو في الحي في أي مكان. 3- إذا احتاج أحد المسلمين إلينا في بعض المال وكنا قادرين على مساعدته فعلينا أن نعطيه حاجته، أي عندما يكون لدينا مال وفير أو فوق حاجتنا ووجدنا أخا لنا مسلم يحتاج هذا المال لتفريج كربة مثلا أو لقضاء دين أو لسد جوع فيجب أن لا نبخل عليه بهذا المال. في النهاية هنالك النشاط التعليمي في نهاية وحدتنا في الكتاب، قوموا بالإجابة على هذه الأسئلة وإن شاء الله في الحصة القادمة سوف نجيب على هذه الأسئلة معاً.